نطير مباشرة إلى المغرب مع الصديق العزيز والزميل العزيز الأستاذ محمد زايد، رئيس تحرير موقع البطولة. محمد، مساء الخير عليك، يا رب تكون كل الأمور صفا مزيان وتكون بزفة بخير إن شاء الله. مساء الخير زميلي محمد، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام، وشكرا لك صديقي العزيز على هذه الاستضافة. أولا سعيد بوجودك معايا، وعايز أطمن منك أولا على الحالة الصحية وعلى أشقائنا في المملكة المغربية، والأمور كلها يا رب تكون لأفضل يا رب الفترة الجاية قبل إقامة المباريات، أو حتى بغض النظر عن أي مباريات أو أي أحداث رياضية. العلاقة بين مصر والمغرب كبيرة جدا أكيد. صحيح، العلاقة بين مصر والمغرب يعني الكل يشهد لها بأنها علاقة رياضية طيبة، علاقة أخوية يعني تتجاوز ما هو رياضي حتى في مجال الفن والسينما والأدب والثقافة، يعني العديد من الأشياء تجمع الثقافتين المغربية والمصرية بطبيعة الحال، ومنها أيضا الرياضية والكروية. أما عن سؤالك صديقي محمد عن الحالة الصحية، صحيح هناك استقرار من ناحية الأرقام، لكن أرقام كبيرة بعض الشيء، ما بين 2000 و3000 حالة كل يوم يعني منذ أكثر من شهر أو شهر ونصف، لكن هذا لم يمنع أن على الأقل أن تقام مباريات كرة قدم في جو جيد جدا، صحيح بإجراءات احترازية كبيرة، خاصة أن الدوري المغربي انتهى يوم الأحد بعد موسم شاق وطويل جدا، وسلم درع البطل لفريق الرجاء الرياضي هذا الصباح أيضا بدون أدنى مشاكل. إذن يعني الإجراءات التي تقوم بها الدولة بشكل عام والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء المباريات هي يعني ناجحة إلى حد كبير، لكن هناك بعض الصرامة أكثر من الأشقاء في مصر. أكيد. طيب، موعد المباراة إن شاء الله يوم السبت الساعة 9، مباراة الوداد والأهلي والزمالك والرجاء يوم الأحد أيضا الساعة 9. في تنسيق بيتم بين الاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية المغربية مع الاتحاد الإفريقي بخصوص الإجراءات التنظيمية المتعلقة، سواء بالإجراءات الاحترازية، المساحات الطبية، إقامة المباريات على مركب محمد الخامس إن شاء الله يوم السبت ويوم الأحد. هو المباراة ستقام طبعا على ملعب محمد الخامس، آخر مباراة أقيمت فيه يوم الأحد مباراة الرجاء والجيش الملكي التي عرفت كما قلنا انتصار الرجاء وتتويجي. هناك إجراءات يعني احترازية صارمة، حتى أن الصحافة يعني ببلاغ الكونفدرالية لكرة القدم كما تعلمون صديق محمد أنه لن تكون هناك أي تغطية صحفية من الزملاء الصحفيين يعني سواء المغاربة أو من الشقيقة مصر، وهناك ربما مساحة طبية غدا الخميس بالنسبة للأندية بخصوص هذه المشاركة. أعتقد أن المعلومة لديكم زميلي محمد فيما يخص العدد الأدنى أو الأقصى لا قدر الله إذا كانت هناك إصابات في أحد الفرق الأربعة، في حال ما إذا كان هناك تأجيل أو أي شيء من هذا القبيل، لكن لم لحد الآن بشكل رسمي الجامعة لم تخبر الفرق الوداد والرجاء حول ما إذا هناك إمكانية تأجيل المباريات إذا كانت هناك إصابات لا قدر الله بدون. محمد، بص في هذا الشأن احنا اتكلمنا امبارح والحمد لله كلينا السبت في يعني كشف هذا الموضوع عشان الجمهور والإعلام يكون متابع للأمر ده. المنشور الطبي اللي اتبعت لكل الأندية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لم يتحدد أو لم يحدد فيه أي عدد إذا كانت لا قدر الله في إصابات كورونا في أي من الفرق الأربعة خلال الفترة الجاية، ولكن اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي هتكون موجودة من النهاردة في المغرب لمتابعة المساحات الطبية من خلال إحدى المعامل المعتمدة في وزارة الصحة المغربية. أي إصابة لا قدر الله هترفع الأمر للجنة الأندية. لجنة الأندية في الاتحاد الإفريقي هتكون موجودة يوم الجمعة على هامش إقامة مراسم قرعة ملعب النهائي. إذا كانت في إصابات بدون تحديد أي أعداد، القرار النهائي هيكون للجنة الأندية، سواء إصابة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أيا كان العدد. ففي النهاية مفيش رقم محدد، لكن القرار الرسمي صح هيكون للجنة الأندية يا محمد. هذا هو ما قصدته، يعني أن الوداد والرجاء لم يتوصل يعني بأي قرار أو رقم محدد، لأن في الجامعة يعني الجامعة المكان المغربية لكرة القدم قد حددت يعني عدد الإصابات في 7 إصابات قبل يعني انتهاء البطولة. يعني أي فريق يوجد لديه 7 إصابات من حقه أن يطلب تأجيل المباراة، لا أن تؤجل إلى المباراة، لأن هناك كانت إصابات في القسم الثاني فريق أصيب فيه 12 لاعبا ومع ذلك أجريت المباراة. لذلك الوداد والرجاء يعني استفسر عن هذا الأمر، لأنه كما تعلم أنه خاصة فريق الرجاء الذي عرف إصابة لاعب واحد يعني في مشوار البطولة، لكن تحديدا لم يكن هناك أي تحديد، وأن الجامعة أخبرت أن الأندية أن تحضر نفسها جيدا للمباراتين بشكل يعني بدون أي تشويش وبدون أي تفكير فيما يتعلق بالإصابة. طيب، غيابات الوداد والرجاء، يمكن في كلام كتير عبر السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية
الأسماء أو الأرقام الغيابات لسه مش محددة، مين مؤكد غايب هيكون في الوداد ومين مؤكد غايب في الرجاء؟ في الوداد قد نشهد عودة ثنائي كومارا وداري، ثنائي خط الدفاع بعد يعني غيابهما مدة طويلة. أشرف داري غاب تقريبا موسما بكامله بعد الإصابة في ديربي الذهب. أما كومارا فقد غاب من شهر غشت، يعني تقريبا شهرين، وقد يحضران أو قد يكون حاضرين في هذه المباراة. بالنسبة لغيابات الوداد، ليست هناك غيابات. ممكن أن يغيب الظهير الأيمن عبد اللطيف بوسيط الذي أصيب في العضلة الضامة في المباراة الأخيرة أمام الفتح الرباط. أما فيما يخص الرجاء فالغيابات هي التي كانت من قبل، ولحد الساعة لم يحدد ما إذا كان هؤلاء اللاعبون سيحضرون إلى مباراة الزمالك أم لا، وهما عبد الرحيم شاكر وسند الورفلي اللاعب الليبي لاعب خط الدفاع وعمر بوطيب. هؤلاء اللاعبين سيكونون يعني تحت الطاقم الطبي وتحت مراقبة الطاقم الطبي، علما ان اللاعب الاقرب للحضور هو عبد الرحيم شاكر اللاعب الذي يلعب في خط الدفاع خط الوسط بطبيعة الحال. لاحظنا في اهتمام اعلامي كبير جدا من الاعلام المغربي لما وصلت بعثة الاهلي بالامس، وتحديدا في اجراء حوارات صحفيه مع الكابتن سلط الحفيظ مدير الكوره، وايضا بيتسو موسيماني وهو على علاقه جيده بكل وسائل الاعلام في المغرب. طبعا لان انت تتحدث يعني عن الاهلي والزمالك، الرجاء والوداد، لاول مره في تاريخ كره القدم الافريقيه والعربيه سيكون هناك مباراه، ستكون هناك وهناك ديربي محتمل في النهائي، سواء ديربي قاهري او ديربي بيضاوي، او هناك طرف مصري وطرف مغربي، وقد يكون هذا الامر منطبق ايضا على كاس الاتحاد الافريقي او كاس الكونفدراليه، ممكن يكون طرف مغربي وطرف يعني مصري في النهائي. لذلك هذا الموسم استثنائي بكل ما تحمل الكلمه من معنى، سواء من حيث يعني وباء كورونا او من الظروف التي تلعب فيها المباريات، وحتى اللاعبين مثلا الذين يلعبون في الزمالك، نحن نعلم ان هناك بن شرقي وناجم الذي يعود الى مركب محمد الخامس بقميص جديد، ولكن المنافس معتاد هو وبن شرقي وموسيماني الذي لعب ضد الوداد في 5 سنوات محمد 10 مباريات، 5 في الدار البيضاء وخمسه يعني في او 4 في الدار البيضاء وواحده في الرباط وخمسه في الجنوب الافريقي. كل هذه الامور والعلاقه بين الوداد والاهلي وكل هذه التفاصيل يعني جعلت من حضور الفريقين فقط يعني حضورا كبيرا لا يستحق عن تقنيه اعلاميه كبيره، لان حضور اشقاء اول شيء، وايضا حضور ناديين يعني يتمتعان بشعبيه كبيره واحترام كبير هنا. اكيد يا محمد، وانا بشكرك بالتاكيد، لكن طبعا قبل اقامه المباريات في حاجه كلنا هنتابعها كلنا يوم الجمعه اللي جايه، مراسم قرعه ملعب النهائي، اكيد هتكون فيه متابعه لا تقل اهميه عن متابعه المباريات يوم السبت والحد ان شاء الله. صحيح، امر جد مهم، لان كما قلنا في حال ما اذا تاهل طرفين من نفس الدوله سيقام النهائي باستاد القاهره ومركب محمد الخامس، لكن أكيد ان يقام النهائي بمصر او بالمغرب سيكون حافزا معنويا ربما اعتقد قبل اجراء مباريات نصف لاي فريقين سيقام النهائي في بلدهم. اكيد ان اذا اختارت القرعه الدار البيضاء سيكون حافز مهم للوداد والرجاء، واذا اختارت القاهره سيكون اكثر حافز للاهلي والزمالك. والذي نتمنى يعني بصدق ان تمر المباريات، ونحن متاكدون من هذا، في روح رياضيه كبيره، والافضل هو من سيفوز، وهذا ليكون اللقاء الاخير، هناك لقاءات متجدده دائما كما عودتنا العصبه الاطفال. اكيد زميلي العزيز والمتالق رئيس تحرير موقع البطوله الاستاذ محمد زايد، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب للكره المغربيه والكره المصريه، ونشوف مباريات فنيه على اعلى مستوى باذن الله خلال الاسبوع القادم.